المحتفى به وبإبداعه الشاعر شوقي بزير. إخوتي وأخواتي، رمضان كريم، أسعدتم مساء والسلام عليكم. ظل إعرابي طريقه في ظلام الصحراء، ثم اهتدى بعد سطوع القمر، فاشرأب متطلعا ومخاطبا إياه: ماذا أقول لك؟ إن قلت حسنك الله فقد فعل، وإن قلت رفعك الله فقد فعل، وماذا عساني أقول أمام هذه الوجوه المنيرة التي استجابت لدعوة الإفطار على مائدة الشعر. فشكراً لمن لبى وحضر، وشكراً لمن دعم ولم يعتذر. حضوركم يعني الكثير بخصوص دعم الثقافة العربية والعربية الأمريكية. حضوركم يعني أن تفاعلنا مع إبداع العالم العربي على كل المستويات هو إغناء وتعزيز لثقافة العرب الأمريكيين. فالثقافة هي بصمتنا التي نتركها في نسيج المجتمع الأمريكي، فبمقدار ما نرتقي بها تبرز مدى مساهمتنا في المحيط الذي نعيش به. سموها هو مجال فخرنا، ورفعتها عنوان هويتنا، إذ لا نعاني من فقر في تراثنا، بل نشكو من حاضر هوى، نشكو من حاضر هوى بنا إلى أسفل المدارك، فطفأ على السطح كل ما هو آسن ومتخلف ومتعصب. وما دور المؤسسات إلا التصدي بعقلانية والمواجهة بالتنظيم المؤسساتي، معتمدين على مقولة أن الحياة في الاختلاف والموت في التماثل. وهذا ما تطمح إليه الندوة جمعية التفكير الحر، وإذ تولج اليوم على يدي قابلة حضوركم الكريم والمشكور، تعتبر نفسها مكملة وداعمة لغيرها في هذا المجال. للمزيد من الاطلاع على الندوة وكيفية الانتساب إليها والمشاركة في نشاطها، نرجوكم مراجعة المعلومات المتعلقة بها على الرابط الندوة.org. أيها الحفل الكريم، شرف كبير أن تكون هذه الأمسية باكورة أعمال الندوة من ضمن جدولة ستغطي العديد من نشاطات فنية وأدبية وعلمية وأكاديمية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا. أما بخصوص أمسية اليوم، فلا بد من شكر شوقي بزير على تجاوبه، وشكر هذا الصرح على تعاونه، كونه الحاضنة الثقافية الراقية والمعنية بكتابة تاريخنا. إن صدفة وجود الشاعر المبدع في نيويورك، والذي تزامن مع ضرورة الإعلان عن هذه الندوة، هو فأل خير سنبني عليه لنيل ثقتكم، فضمان استمراريتنا رهن التفافكم ومساعدتكم. سعادتنا بحضوركم للاستمتاع بفيض الشعر الأصيل تتضاعف بحضور العديد من المبدعين على كافة الأصعدة، ومنهم الشاعرة المتألقة زينب حسان. احتفلت زينب بولادة ابنتها جوليا منذ شهر ونصف، لتنضم إلى أخيها رامي ولثلاثة دواوين من الشعر شهادتي قد لا يعول عليها، كونها زميلة في تعليم العربية في جامعة ويدستيت. ولكن سأكتفي بتعليق للشاعر الراحل أنس الحج، كونه قبص ينير على تجربتها الإبداعية، إذ يقول: مجموعة
مجموعة بواب الذاكرة الفضل أحد التواويل لزينب عساف، غاصة بدموع حزنها المشرق حيث ترى القمر بداية النفق، وهو بين دفتيها بدايته ونهايته. وفي أوصاف أطلقها على الكتاب علق أنسي قائلا: زينب عساف عذوبة الهواء الربيع المنعش. إخوتي وأخواتي، للتعريف بضيفنا الرائع رحبوا معي بالشاعرة الرائعة زينب عساف. مساء الخير. بداية، الشكر واجب لأصحاب الدعوة الأعزاء في لقاء الندوة على تنظيم هذه الأمسية الجميلة كبادرة على توجه صحيح ومرجو نحو تفعيل الثقافة وتنميتها في رحاب هذه الجالية الصاعدة سياسياً واقتصادياً. والشكر موصول أيضاً لحضوركم الكريم من رسميين ووجهاء شرفتم المتحف العربي الأمريكي. وقبل وبعد، الشكر لضيفنا الكريم الشاعر العربي الكبير الأستاذ شوقي بزيع. أهلا بكم. غبار على أفق الروح يعلو ووجهته لا مكان، يشير بأشلائه أن تقوس سكانه تحت قنطرة الوقت وانهدم العقربان، والذي خلفته الحروب قضى تحت أنقاضها تاركاً للذين يجيئون من بعده وردة من دخان. بين مرثية الغبار التي كتبها الشاعر في العام 1989 مناشداً الطفل الذي كانه ألا يغيب، والخمسون حيث يقول: ومن تكون هذه التي تلوح مثل بقعة شحيحة السواد أسفل العيون لعلها الخمسون. بين هاتين القصيدتين احتلال وانسحاب وحروب، لكن الشعر كالقمر ما غادر الجنوب. هو شوقي بزيع دائم التوهج والإيقاع، والذي يعرف كيف يقطف قصيدته من شجر الأيام بين الصور حيث ولد ومقهاه المفضل في بيروت حيث يكتب، وشارع الحمراء حيث يتصفح الطرقات بالأقدام، رحلة لا تختصر فقط بما سمي بالشعر الوطني الذي كان له فيه دواوين عديدة، منذ عناوين سريعة لوطن مقتول، إنما تتعداه إلى مواضيع كثيرة اختصرت ذاكرة جيل كامل. إلا أن الشاعر لم يتناول الأحداث السياسية والاجتماعية بطريقة تاريخية، بل بحث دائماً عن مدلولاتها ورمزيتها. أحب أن أتوقف هنا كمثال عند قصيدة دير قانون النهر التي تحمل روح الجنوب قبل الاحتلال. في هذه القصيدة، حيث الليطان هو تكثف طيور تشيع موتاها بدموع صافية، وفلاحون بنوا بيوتا من قصب وقصائد،
هذا النهر الذي سيفيض ذات كانون كقطيع من ذئاب في صورة تعبر عن الاجتياح الهادف إلى محو بساطة عيش هؤلاء الفلاحين الذين يقدمون القرابين كي يعود النهر إلى طبيعته. هكذا روى الشاعر القصة كاملة في قصيدة واحدة، قصة احتلال ومقاومة أهلية وانتصار. فلا غلو إذن في كونه أحد أبرز شعراء الجنوب وأصواته الإنسانية قبل السياسية. وعلى الرغم من كونه أحد الشعراء الذين شكلوا ذاكرتنا الوطنية الجماعية، إلا أنه لم يحصر نفسه في القضايا العامة وانطلق إلى أفق الشعر الواسع بعد فترة انقطاع قصيرة. هكذا كتب همومه الوجودية ورؤيته للحب والمرأة والزمن، متبعاً سهماً غير مرئي كما يقول. وبالحديث عن المرأة أتوقف هنا عند نساء الشاعر الخمس: المرأة المرآة، المرأة القصيدة، المرأة العنقاء، المرأة الأفعى، والمرأة النهر. في هذه الشخصيات الخمس لخص الشاعر نظرته للأنثى الفكرة التي تنتهي دائماً إلى سراب. فالحبيبة تؤكد دائماً استحالة النساء، وتحيل الشاعر إلى حب هذه الاستحالة المسافة أكثر من المرأة نفسها. في تأملاته الوجودية استلهم الشاعر الموروث الديني ليبث فيه روح القصيدة، كما في قمصان يوسف حيث يتحدث عن قميص التجربة: لا تصدق جمالك بل غص نحو وحل الحقيقة، قميص الشهوة أعدو وراء جمالي ويعدو ورائي نباح الدماء المخيف، ثم قميص الرؤية ستبصر أشياء لم ترها العين. أو في